أهلا بكم مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمرون معكم مشاهدينا في تغطياتنا المباشرة، ونتحدث عن المخططات الخبيثة والجبانة التي تمارسها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لجر المنطقة إلى مزيد من الاضطرابات من خلال الاغتيالات والأعمال السرية وما ينادون به من فرص سلام ووقف للحرب في غزة، ما هو إلا كذب وخداع يمارس دائما. وما اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية وقبله القائد المجاهد الشهيد فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت بالتزامن مع القصف المتكرر على أبناء الحشد الشعبي واستشهاد كوكبة من أبناء العراق، وهم يستعدون وبمشاركة القوات الأمنية لأربعينية الإمام الحسين عليه السلام، إلا دليل قاطع لخلط الأوراق. إذن الدلالات كثيرة والأهداف واضحة والنوايا مبيتة، أما الدماء ستبقى مقاومة. أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام في هذه التغطية على طريق القدس مقاومون. أرحب بضيوفي كل من الأستاذ المحلل السياسي الأستاذ نبيل العزاوي من بغداد، أهلا بك يا أستاذ نبيل. وكذلك مشاهدينا الكرام سيكون معي عبر سكايب من بيروت الأستاذ إحسان عليان الباحث في الشأن السياسي، كل الترحيب بك أستاذ إحسان. وكذلك عبر سكايب الأستاذ هادي أفقهي من طهران الدبلوماسي السابق، أهلا بكم جميعا. أبدأ معك أستاذ إحسان عليان في الشأن السياسي الباحث في الشأن السياسي من بيروت. بداية، كيف تقرأ أستاذ إحسان ما حصل خلال هذه الفترة القصيرة من انتهاكات واغتيالات على مستوى في إيران، وكذلك ما حصل في لبنان وفي العراق، اغتيالات مستمرة تقف وراءها الولايات المتحدة الأمريكية بأيادي خبيثة صهيونية، كيف تعلق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، التحية للمشاهدين والضيفين الكريمين، التحية كل التحية والتبريك والتعازي إلى قارة الأمة، إلى المحور بالشهيدين العظيمين وكل شهداء محور المقاومة، يعني بذلك الشهيد السعيد إسماعيل هنية والشهيد القائد فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية، والآن يتم تقبل التعازي بانتظار لحظات التشييع والوداع. كلمة الفصل للسيد حسن نصر الله في المعطى السياسي والمواقف التي يمكن أن تنتج عن هذا الخطاب. أنا باعتقادي أن المجرم نتنياهو في زيارته الأخيرة إلى واشنطن، هذا التصفيق الحار الذي لقاه من هذا الكونغرس العار، كونغرس الجريمة الذي يحيط كل المؤامرات للمنطقة، هذه أمريكا التي تزعم الديمقراطية، هي فعلا الوجه القبيح الحقيقي الذي كشفته معركة طوفان الأقصى، وبينت كل هذا الغرب المتكالب والكاذب والمنافق بأنه مجرم وقاتل. هذا التصفيق عمليا لم يحصل نتنياهو على كل مكان يريد، لأنه يعني يريد من أمريكا أن تكون إلى جانبه إذا أراد حربا شاملة بالمطلق، أيضا للقضاء على كل قدرات ومن يهدد الكيان الإسرائيلي، ونعرف أن أمريكا أصلا حريصة على أمن إسرائيل. إذا المشاهدين، يبدو أن هنالك خلل، سنعاود الاتصال بالأستاذ إحسان عليان. أنتقل للأستاذ هادي أفقهي من طهران. أستاذ هادي، يعني إسرائيل هاجمت الداخل الإيراني بهذه الضربة وقتلت واغتالت شخصية ليست عادية، تعتبر من المراتب الأولى ومن محور المقاومة من الطراز الأول، وبالتالي كيف تعلقون على هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وحيك أستاذ سرمت وضيوفك الكرام والمشاهدين، وعظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل وهذه الدماء الزاكيات، سواء سفك دم الشهيد هنية في طهران والقائد الكبير الشهيد فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية، وشهداء الحشد الشعبي الأبرار في منطقة جرف النصر في بابل، وكذلك كوكب الشهداء والناس الأبرياء في قصف الحديدة بهجوم إسرائيلي أمريكي بامتياز. ففي الحقيقة يبدو أنه أفلست أمريكا وأفلس العدو الصهيوني
من كل محاولات الالتفاف على الحلول والمفاوضات التي طالما ذهب في الحقيقة وفد من طرف العدو الصهيوني ووفد من الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها الشهيد القائد الكبير إسماعيل هنية، ولكن عندما تنغلق بوجههم كل الأبواب السياسية ولا يستطيعون أن يأخذوا مكاسب في الحقيقة تفوق توقعاتهم، وما لم يحصلوا لا في الميدان ولا في السياسة يلجؤون إلى قلب الطاولة بوجه الجميع. هذا ما قام به نتنياهو. نتنياهو الذي خبر قدرات إيران من خلال عمليات الوعد الصادق، لماذا قام بهذه العملية الجنونية حقيقة وفوق الجنونية، وعملية ذات بعدين، يعني ذات بعدين إجراميين؟ أولا الاعتداء على أراضي الجمهورية الإسلامية، على استقلال وكرامة وسيادة الجمهورية الإسلامية وهي بلد وعضو رسمي في الأمم المتحدة وملتزمة بكل القرارات والمواثيق. الموضوع الثاني ضيف دبلوماسي، والدبلوماسيون محصنون ومصانون من أي اعتداء وحتى من أي تفتيش حتى لحقائبهم، بما أنهم يحملون جوازات سفر دبلوماسي، وأنا كنت دبلوماسي وأعرف هذه القوانين. وجاء في الحقيقة ليس متخفيا، يعني الرجل كلما زار إيران وزار طهران التقى بمسؤولين وعلى رأسهم سماحة السيد القائد، ما كان متخفي ولم يأتي بالسرية. فهذه العملية الجبانة إن شاء الله لها ما بعدها حسب ما أمر سماحة السيد القائد، بأنه دماء الشهيد هنية نحن سنثأر لها. يعني استخدم عبارة قلما يستخدمها سرمد، وهي خونخواهي وليس انتقام. الثأر بالدم معناها أنه يعني استخدم عبارة تشبه بالضبط عبارة بعد استخدام في الحقيقة ترامب المسيرات القاتلة في مطار بغداد التي راح خلالها شهداء قادة النصر الشهيد سليماني والشهيد المهند أبو مهدي المهندس. ماذا قال سماحته مخاطبا في يومها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي؟ قال له قتلوا ضيفك في بيتك، وهنا ذكر في رسالة النعي قتلوا ضيفنا في بيتنا. وهذا في الحقيقة يكفي ما ستقوم به إيران من عملية انتقامية واقتصاص لهذا الدم الطاهر الذي يمثل في الحقيقة القضية الفلسطينية، يمثل الفصائل الفلسطينية، ويمثل الوعي الفلسطيني والنضال والجهاد الفلسطيني. وإلى جانب ذلك كذلك سيثأر حزب الله لهذا القائد الكبير الشهيد فؤاد شكر، وكذلك الحشد الشعبي، وهم الآن يعني سألتني. طيب سيد أفقهي، هل لك أن تصف لنا، عذرا للمقاطعة، هل لك أن تصف لنا ما يحدث في الداخل الإيراني بعد عملية الاغتيال؟ يعني على مستويين سأجيبك. على المستوى الرسمي هناك في الحقيقة أولا التنديد وكذلك التحضير، جلسات متتالية على مستوى مجلس الأعلى للأمن القومي، على مستوى القيادات العسكرية والأمنية. أولا التحقيق في نفس عملية الاغتيال وفي الحقيقة نشر هذه التحقيقات في النهاية، والتحضير سواء على مستوى إيران كما صرح بذلك الجنرال حاجي زادة قائد قوة الجو فضائية للحرس الثوري، إنه نحن بدأنا بالتحضيرات، وكذلك إنذارات رئيس الأركان القوات المسلحة الإيرانية الجنرال اللواء محمد باقري، قال نحن أرسلنا رسائلنا إلى دول الجوار إنه أي دولة تفتح أجواءها للاعتداء علينا سنرد عليها. ربما قصد وعنى بذلك من خلال عملية الوعد الصادق، شاركت بعض دول الجوار مع كل أسف، ونحن عاتبناهم أنه ما كان ينبغي أن تتماهوا مع المشروع الأمريكي للدفاع عن العدو الصهيوني، وهو يقوم بمجازر لا تتوقف حمامات الدم في غزة. وفي هذه المرحلة ربما ستضغط أمريكا على بعض الدول، خصوصا لا أسمي، ولكن الدول الخليجية المطبعة وغير المطبعة التي أثبتت خيانتها خلال عمليات 10 أشهر طوفان الأقصى لدعم القضية في الحقيقة لدعم العدو الإسرائيلي ضد القضية الفلسطينية.
هذا على مستوى الرسم. على مستوى الشعبي لاحظنا أمواج بشرية خرجت لتشيع جثامين الشهيد هنية ورفيقه ومرافقه، وتذكرنا بأيام تشيع جنازات الشهيد سليماني والشهيد إبراهيم رئيسي، ونقلت في الحقيقة الجثامين إلى دولة قطر لتقام هناك كذلك مراسيم التوديع، وربما الدفن سيتم هناك في دوحة قطر. اسمح لي أن أنتقل إلى ضيفي هنا في بغداد المحلل السياسي الأستاذ نبيل عزاوي. أستاذ نبيل، وجه الترحيب بك مرة أخرى، كيف تقرأ هذه الاغتيالات من وجهة نظر عراقية، وخصوصا ما مر به العراق قبل أيام، وهذه الاستهدافات لأبناء الحشد الشعبي في جرف النصر، وحقيقة يعني مأساة كبيرة. أولا تحية لحضرتك أستاذ سرمد، وتحية للضيوف الكرام وإلى كل مشاهديكم الأكارم. دعني أولا أعزي الأمة الإسلامية، أعزي جغرافيا المقاومة بهذا المصاب الجلل. نتكلم عن 3 جرائم في ليلة واحدة، ليست جريمة واحدة. أولا جريمة الضاحية اللي راح الشهيد فؤاد شكر الذي أفنى يعني تاريخه ونضاله، كان هو للمقاومة، ونعاه السيد حسن نصر الله ونعته الأمة الجمعاء بأنه هو شهيد لا يمكن السكوت عن هذا الدم الذي قتل بهذا البرود. 2، بعد ساعات كان هنالك استهداف همجي وحشي، واسمته الحكومة، الناطق باسم الحكومة اسماه جريمة. حينما تكون هنالك جريمة المجرم موجود ومعروف، ولذلك يجب أن تكون عقوبة. استهدفوا الحشد الشعبي الأبطال، وهي ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، لأن هذا الاستهتار الأمريكي أنا أعتقد يجب أن يكون لجم له من خلال وقفة حقيقية، من خلال قانون حقيقي لإيجاد حل للتعامل مع هذه الاعتداءات المستمرة. القضية الثالثة هي قضية طهران، وهذا المتغير خلينا نسميه الذي صعب جدا أن نوصفه. حينما يكون ضيف، هذا الضيف مدعو بدعوة رسمية من 100 شخصية دعيت إلى التنصيب، هي بتقديري إسرائيل الكيان الغاصب أراد أن يوصل رسائل بأن هو قادر على أن يختال أي شخصية مهما كانت ومهما بعدت. ولذلك أنا أعتقد هو فعل، قبال هذا الفعل ماذا سيكون رد الفعل؟ الكل يجمع، وهنا بلا استثناء أتكلم، الصحافة العربية طرقت قبل قليل، مجلة الجورنال الفرنسية اتطرقت إلى قضية جدا مهمة، العالم يترقب الرد الإيراني. أنا بتقديري الرد الإيراني سيكون مزلزلا هذه المرة، وسيكون نوعيا، وسيكون لا تتصوره، مثل ما لم تتصور الرد في طوفان الأقصى، سوف لن تتصور الرد القادم، باعتبار أن لا زال سيناريو 2020 في أذهاننا. حينما اغتالت الأيادي الآثمة الولايات المتحدة الشهيد سليماني والمهندس، كان هنالك ردا قاسيا على عين الأسد، وتذكر أستاذ سرمد كانت هنالك قضية جد يعني كبيرة جدا. أنا أعتقد اليوم الأمور ما بعد الاغتيال تختلف ما قبل الاغتيال. يعني اليوم الشرق الأوسط أنا أشوفه يشهد حالة من يعني خلينا نسميها أسخن مرحلة في القرن 21، باعتبار أن المتغيرات التي حصلت متغيرات دراماتيكية تسارعت بسرعة. البارحة إذا شفت المندوب الأمريكي يتكلم بكل وقاحة، يقول من حق إسرائيل تدافع عن نفسها، وهنا السؤال، تدافع عن ماذا؟ بمجزرة ارتكبت 39,000 شهيد، بحمامات بتطهير حمامات دم وتطهير عرقي، تدافع عنها تقتال أينما تشاء وكيفما تشاء في لبنان والعراق وسوريا واليمن. أنا أعتقد هنا هذا الاستهتار وهذه الدناءة والوضاعة يجب أن يكون لديها حل. قبل قليل وقبل أن أدخل الاستوديو، الصحافة اليوم الأمريكية تتكلم عن أن الرد يمكن أن يكون خلال 72 ساعة. لاحظ، شوف، بدأت الاحتمالات تضغى وبدأت الصحافة تتكلم. الداخل الإسرائيلي اليوم في رعب، وهذا طرقت إليه مجلة الاندبندت. الداخل الإسرائيلي يعيش حالة من الفوضى، من القلق، من عدم النوم، بأنه لا يوجد شيء آمن في الكيان الغاصب، لا يوجد بيت آمن في الكيان الغاصب. وهذه بحد ذاتها رسالة بليغة المعاني أوصلها السيد الخامنئي إلى كل من يسول نفسه ضرب إيران أو ضرب المقاومة أو ضرب كل الشخصيات التي نعتقد ويعتقد الآخر بأنها مقاوماتية. أنت تتذكر من 87 اليوم، من تأسيس الحركة حماس،
صارت اغتيالات كثيرة من نبديها من الشيخ أحمد ياسين مرورا بشخصيات كبيرة إلى اليوم إسماعيل هنية، لكن المقاومة انتهت، المقاومة تغيرت، لا بل المقاومة كما تجددت وكما تنبأ المرحوم أحمد ياسين قبل أكثر من 50 سنة، يقول سيأتي جيل سيغير ملامح ونوع الخرائط وستتغير الحجارة إلى آلة عسكرية، وفعلا النبوءة تغيرت، واليوم الآلة العسكرية لا يمكن أن تستطيع إسرائيل يعني إيقافها. ولاحظ ما الذي حصل في متغير البحر الأحمر وماذا حصل في لبنان وماذا حصل في العراق، هذه كلها يريد نتنياهو، يريد بهذه الفعلة الجبانة الخسيسة، يريد أنه يعطي رسائل للأمريكان أو لغيره بأننا قادر أو أستطيع. أنا أعتقد هذه العملية هي عملية جبانة، لا يمكن أن ترتقي إلى عملية صنع قرار أو صنع نصر وهمي. اسمح لي أن أنتقل إلى أستاذ إحسان عليان في بيروت. أستاذ إحسان إذا كنت تسمعني. نعم. إذن استهداف قادة المقاومة هل سيؤثر على محور المقاومة؟ خصوصا واننا نعلم جيدا ان هنالك ما يريد ان يجور ايران والمنطقه عموما الى حرب شامله وكبيره جدا. هذا كنت اردت على في البدايه عندما سالت السؤال الاول عن التداعيات او عن الاهداف. واضح ان نتنياهو لم ياخذ الضوء الاخضر بان تكون امريكا فيما لو اراد حربا شامله وليس حربا مفتوحه. نحن الان في حرب فعليا بكل معاني الكلمه، ولكن ومن ضوابط وصقوف، ولكن الآن الأمور اختلفت. هذا الاستهداف وهذا الاغتيال الجبان أولا مرده إلى الفشل والإخفاق الكبير على المستوى الميداني بعد 10 أشهر من الإبادة التي يمارسها الجيش الصهيوني، وأيضا نتنياهو المجرم ظن منه أنه يستطيع بهذه الاغتيالات أن يضعف حركات المقاومة وأن يضغط على بيئة المقاومة في المنطقة من أجل التراجع والقبول أيضا بما يمارس على هذه الدول من قبل دبلوماسيين أو ضغوطات أمريكية على العراق، على لبنان، على اليمن، على كل المنطقة، من أجل حتى الوساطات التي تصل إلى الجمهورية الإسلامية في إيران حتى بعد الاغتيال من أجل عدم الرد. ولكن كما قال الدكتور هادي أفقهي السيد القائد قال كلمته النهائية، ولا يمكن أبدا، نحن أمام طوفان أقصى جديد اسمه الوعد الصادق 2، ولذلك هناك تحول كبير جدا. هذا الاغتيال لم يمر من قبل دول محور المقاومة دون أن يكون هناك تغيير حقيقي في مسار المعركة والمواجهة، الدعم والإسناد، وأيضا لرسم مسار جديد في المواجهة مع الكيان الإسرائيلي لتردعه. نتنياهو أراد من هذه العمليات الاغتيالات الجبانة أن يعيد الاعتبار للكيان الإسرائيلي وإعادة ترميم الردع الذي تآكل، ولكنه هيهات أن يكون له ذلك، ويعلم تماما أن حركات المقاومة تزداد قوة باغتيال قادتها، وهذا التاريخ يؤكد لنا ذلك من ثورة الإمام الحسين عليه السلام حتى الآن الدم ينتصر على السيف. حركات المقاومة في المنطقة طالما قدمت شهداء كما ذكر الضيفين الكريمين الشهيد قاسم سليماني أو الشهيد أبي مهدي المهندس أو الشهداء القادة في محور المقاومة في لبنان السيد عباس الموسوي، الشهيد عماد مغنية، مصطفى بدر الدين، قادة كبار الرنديسي على مستوى حماس أو أحمد ياسين المؤسس أو الشهيد القائد إسماعيل هنية أو الشيخ صالح العروري. كل هذه القيادات الجبانة يريد نتنياهو أن يقفز إلى الأمام قفزة، أولا من أجل الأخذ إسرائيل بدل التناقض الداخلي القائم الآن، وهم على شفا حرب أهلية إن لم أكن بدأوا فعليا بهذه الحرب بعد الذي حصل في سجن سيدي تيمان قبل أيام، وهذا الانتهاك الفاضح للأسرى وفضلا عن ما جرى في بيت ليد في المحكمة العسكرية. ويريد أن يوضح ما حصل في مجدل الشمس، هذه العملية الجبانة من قبل الجيش الصهيوني، ويريد أن يلصقها بالحزب الله من أجل أن يقدم على هذه الخطوة، ظن منه أن حركات المقاومة سوف تفتح معركة بمعنى ردة الفعل، وهذا سوف يأخذ المنطقة إلى حرب شاملة لا تستدعي الوجود الأمريكي كما زعمت القيادات الأمريكية أنها سوف تكون إلى جانب الكيان الإسرائيلي دفاعا عن النفس. هذه التعبير استخدموه في بداية معركة طوفان الأقصى، لذلك الآن الشريك الحقيقي فعلا في إدارة المعركة والتضليل هو الأمريكي، هو لازال حتى هذه اللحظة يغطي كل الإبادة الجماعية والجرائم التي ترتكب، لذلك هو يريد أن يقفز قفز الأمام، أولا للحفاظ على الوضع الداخلي، ثانيا للخروج من أزماته الداخلية وأزمته الخاصة على المستوى التحقيق والإخفاقات التي حصلت وهناك محاسبة حقيقية، ثالثا بما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية والمحكمة العدل الدولية التي هي في صدد إصدار مذكرات اعتقال لأنه مجرم حرب. هو يريد أن يقدم شيء ويريد مدد الحرب أن تستمر لأنه هو المخرج الوحيد لخروجه من الأزمات وتعميق الأزمات
التي تحققها المقاومة من اليمن وباعتدائها على ميناء الحديدة حتى الاغتيالات في العراق واغتيالات القادة وخصوصا مؤخرا فيما حصل في طهران، وهو أراد من خلال ذلك. ولكن اليوم الرسالة الأبلغ هو أن يؤم السيد القائد حفظه الله صلاة الجنازة على الجثمانين الطاهرين للشهيدين الكبيرين، وأيضا الحشود الغفيرة التي اجتمعت لتؤكد مرة أخرى أن الوحدة الإسلامية هي العنوان الأبرز للجمهورية والتي أسسها الإمام الخميني قدس الله روحه الزكية. أيضا أسس أن فلسطين قضية إنسانية إسلامية لا يمكن التخلي عنها. هذا الحضور الرسمي وأيضا على رأس السيد القائد والرئيس بازشكيان هي رسالة للعالم أن إيران هي في صدد المواجهة المطلقة لو أرادوا ذلك، ولكنها لم تتراجع عن الثأر والانتقام لهذا الضيف العزيز كما وصفه السيد القائد في بيتنا. نحن أمام تحول وانعطاف كبيرة جدا فيما يتعلق بالمواجهة من الآن فصاعدا. عليهم أن يحسبوا حسابا للمرحلة الجديدة، هل الكامب الإسرائيلي سيبقى أم لا؟ أنا باعتقادي لبيد جار وما قبل أيام، نحن لسنا على شفير الهاوية، نحن في الهاوية، وبالتالي ما يتحقق في محور المقاومة هذه الدماء سوف تزيد. طيب أستاذ إحسان، عذر المقاطعة، أستاذ إحسان، هل سيكون الرد كما تفضلتم مزلزلا ولكن في هذه الفترة وفي هذا الظرف الصعب ربما، يعني سيكون الرد على المؤسسات الحيوية في كيان الاحتلال، على وزارة الأمن، محطات الكهرباء مثلا، مقاصات الغاز، أين سيكون تحديدا إذا افترضنا أننا لا نريد أن تكون حرب شاملة مثلا من الجانب إيران ومحور المقاومة؟ ما أتى به هدهد واحد واثنين وثلاثة أخي الكريم، أول شيء العدو السري يعرف أن هذه الأهداف وهذه الصور التي عمليا هذا الرصد وهذا المسح الكامل والهائل بدقة الصورة المنقولة هي أصبحت بنك أهداف لدى كل دول محور المقاومة، وبالتالي الآن الرد سوف يكون متحد ومتكامل كما قال بيان الحرس الثوري، وهذا الأمر أصبح طبيعيا. الأمر الثاني، أنا باعتقادي الأهداف، أنا ليش عم بقول أنه لا نصدق ما يقوله سماحة السيد، لأن اليوم العالم كله ينتظر الفصل الخطاب فيما سيقوله السيد. ثالثا، أنا باعتقادي المقاومة لن تجر إلى ما يريد العدو الإسرائيلي، لن تلعب في ملعبه، بمعنى هو يريد أن يكون هناك ردات فعل وقصف من مناطق متعددة، ولكن هذا باعتقادي لن يؤتي ثماره. الذي يمكن أن يستمر كما هو الحال هو حرب الاستنزاف التي تآكلت، يعني تدفع الكيان الإسرائيلي على المستوى الاقتصادي والأمني والاجتماعي الكثير، وهذا استنزاف على المستوى العسكري كبير جدا للكيان الإسرائيلي، وأن يكون هناك تحديد موضعي لأهداف حيوية. نعم، أهداف حيوية لا يمكن القبول بانتهاك سيادة عواصم دول ذات سيادة، والدول والعالم الدولي يرى ويشاهد ولا يحرك ساكنا. أنا باعتقادي المحور الآن هو الذي يرسم معادلات، هو المقاومة بيدها أن تفعل كل ما يمكن أن تقوم به لمصلحة فلسطين ولمصلحة تحرير القضية الأساس ولمصلحة ثبات محور المقاومة. لن تسمح المقاومة في لبنان بتغيير قواعد الاشتباك، سوف تبقى اليد الطولة لحزب الله في لبنان وفي الميدان، أيضا في العراق واليمن، وعلى رأس الجمهورية الإسلامية في إيران، وسوريا هي في قلب هذه الحركة الدائرة الآن في مسألة المواجهة وكيفية المواجهة. كما ذكر الضيوف الكرام، ليس المسألة مرة بالساعات، ولكن يكفي أن العدو الإسرائيلي الآن يعيش قلق ورعب وخوف، يعيشون في الملاجئ، تقفل المصانع وتبعد المصانع من حدود لبنان مع شمال فلسطين المحتلة إلى 40 كيلومترا، خوفا من أن يكون استهداف بمراكز حساسة فيها مواد كيماوية كما حصل بمصنع للأسلحة بالأمس. لذلك العدو الإسرائيلي نعم يعيش قلق، يكفي هذا القلق، هو جزء من الحرب النفسية، ولكن الوقائع والعمل الميداني والكلمة للميدان نعم هو المستقبل في الصراع مع العدو الإسرائيلي. هذا الكيان لن تبقى له باقية، ووصف السماح السيد في البداية قوم عمليات المقاومة بأنها حرب بالنقاط، نحن في حالة انتصار وإسرائيل تعيش عقدة العقد الثامن كما يقال. لذلك هذا الكيان اللقيط مهما تعاظمت قدرات الدول العظمى والوقوف إلى جانبه وغطته في المجتمعات الدولية، هذا الكيان لن تكتب له الحياة بعد أن اغتصب الأرض. سوف تعود قضية فلسطين، وكما هو الحال في صناعة الوعي الجديد والثقافة في المجتمع الغربي، أن فلسطين قضية كانت منسية الآن أصبحت القضية الأولى على الطاولة، وبالتالي كشف للعالم أن الكيان الإسرائيلي كما كان يزعم أنه ديمقراطي وأن يحترم الحريات أنه قاتل ومجرم. لذلك اليوم الكيان الإسرائيلي في حالة عزلة، الأمريكا مهما حاولت أن تغطي على جرائم الكيان الإسرائيلي لن تستطيع أن تنقذ هذا الكيان، ولكن المؤسف أن تبقى الدول العربية
بعض الدول العربية والإسلامية ما زالت صامتة على هذه الجرائم، ولم يخرج من الجامعة العربية بيان إدانة فيما تم استهداف به عواصم عربية إسلامية في المنطقة. للأسف أن الجامعة العربية تتحمل أوزار كل ما يجري في داخل غزة وفي فلسطين، لأنها لم تغير من الوقائع، بل لم تصدر إدانة، بل لم يكن لها حتى بعض الدول الإقليمية المحيطة بغزة. سيد حسان، أنا أعتذر جدا على مقاطعتك، ولكن فقط للتأكيد أنه ستكون كلمة للأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله بعد قليل، أليس كذلك؟ نعم، 4:30 تقريبا، وبالتالي هل من خطوط عريضة لهذه الكلمة؟ نعم، أنا باعتقادي يعني واضح أنه حتى خلينا نقول من المتابعات واضح أنه أو سوف يرسم معادلات جديدة، سوف يثبت المعادلات القديمة، سيبني على معطيات جديدة متعلقة بأنه أولا العدو الإسرائيلي قسر كل الحرمات وتجاوز كل الخطوط الحمر في قصف عاصمة، قصف الضاحية الجنوبية برمزيتها، قصف المدنيين وتدمير البنى المنشآت، وبالتالي هناك أضرار كبيرة، هناك سبع شهداء، نحن عم نحكي عن 74 جريحا من المدنيين، إضافة إلى الشهداء القادة والشهيد القائد الجهاد الكبير. أن يتم هذا الاستهداف بعد التحذير الذي أصدره سماحة السيد قبل أيام أنه لو تم استهداف المدنيين سوف يكون هناك توسعة لرقعة الحرب باتجاه فلسطين المحتلة، وسوف تكون هناك مستوطنات إضافية يتم استهدافها والوصول إليها. معنى ذلك أن باعتقادي حزب الله الآن فعليا يده على الزناد، ينتظر الإشارة، ربما نكون أمام تحول على المستوى الجغرافي، يعني هذا ما كان يخشاه العدو الإسرائيلي أن تكون قوة الرضوان في الجليل، ربما يكون هذه إحدى الخطوات التي يمكن العدو الإسرائيلي ما لم يتوقعها، ولكن فليتوقع هناك مفاجآت كبيرة. أنا أشكرك جدا عبر سكايب من بيروت أستاذ إحسان عليان الباحث في الشأن السياسي، شكرا لمشاركتك معنا في هذه التغطية. بالعودة إليك سيد هادي أفقهي، يعني كل الاغتيالات التي ينفذها الكيان داخل إيران أو في العراق أو في بيروت أو حتى في سوريا، ما هي إلا تبين عن ضعف كبير في الميدان، كيف تعلق؟ يعني فلننظر، أشار الضيوف الكرام وأنا أريد أعيد وأزيد في الحقيقة ما تفضل به الضيفين الكريمين، ماذا كانت نتيجة اغتيال الشهيد فخري زادة، ما يسمى بأبو التكنولوجية الذرية أو في الحقيقة فيما يتعلق بالصناعات الذرية في إيران، ماذا كانت نتيجتها؟ هل خفضت إيران من نسبة تخصيب اليورانيوم؟ هل أوقفت أجهزة الطرد المركزي، خصوصا بعدما أصدر مجلس الشورى الإسلامي في أيام السيد روحاني، لأن عملية اغتيال تمت في أيام السيد روحاني، أصدر المجلس وألزم حكومة السيد روحاني بتسع بنود منها زيادة نسبة التخصيب إلى 60%، الذي في الحقيقة ارتعدت فرائص العدو الصهيوني والأمريكي والغربي من أنه نحن كنا نتوقع أن تتراجع إيران النشاطاتها النووية، وإذا بها تدخل أجيال جديدة من أجهزة الطرد المركزي وتزيد من نسبة التخصيب وتزيد من نسبة الإنتاج، والذي رفع عقيدته رافائيل غروسي يومها أنه إيران باتت تقترب من إنتاج القنبلة النووية جزافا طبعا. وكذلك بعد اغتيال عملية الشهيد قاسم سليماني كان يتوقع أنه ينفرط في الحقيقة عقد محور المقاومة الذي أسس له الشهيد الحاج قاسم سليماني، وإذا اليوم نشاهد محور المقاومة يزدهر وينمو ويوسع من مكاسبه ويزيد من قدراته الردعية وأسلحته في الحقيقة المتطورة الجديدة، وظهرت أسلحة في جنوب لبنان خاف منها العدو وقال يجب أن نعيد كل حساباتنا فيما يتعلق به إمكانيات وقدرات حزب الله العسكرية، صناعة العسكرية، لأن دخلت تقنية الكهرومغناطيسية والذي شلت حقيقة كثير من المسيرات، وكذلك في اليمن هذه المسيرة واحدة في الحقيقة عطلت نصف تل أبيب أخي العزيز، فما بالك إذا أطلقت إيران هذه الصواريخ وهذه المسيرات وهذه التقنية العالية التي تتمتع بها الذكاء الاصطناعي. وكذلك يعني أنتم في العراق والحشد الشعبي، أين اليوم الحشد الشعبي وأين كانت المقاومة الإسلامية أيام الاحتلال الأمريكي عام 2003
ما كانت تتمتع بهذه القدرات وهذا النظام، وأخرجت طردت الأمريكي عام 2011. فاليوم محور المقاومة حقيقة يعني هو الذي يمتلك زمام المبادرة، هو الذي يمتلك القدرة الردعية، ويعرف كيف يتصرف، كما جاء في عدة خطابات لسماحة السيد حسن نصر الله من أنه لا تخيفنا حاملات طائراتكم ولا تقنياتكم، فنحن أعدنا وأعددنا لكل هذه الإمكانيات، ما يلزم أن نعده ونواجهه. طيب بها. سيد أفقهي، عذرا سيد أفقهي، إلى متى يبقى محور المقاومة يخسر العديد من القادة الميدانيين الأكفاء الذين يحققون وكانوا يحققون المنجز تلو المنجز، وبالتالي هذا نزيف الاغتيالات مستمر لحد الآن، ما الحل؟ لاحظ أخي سامد العزيز، شوف، أولا محور المقاومة مع احترامنا لكل القادة، لكل هذه الدماء الزاكيات، لا يعتمد على الشخص بقدر ما يعتمد على التنظيم. يعني لو أفل نجم بزغ نجم آخر، هو الذي يرفع الراية، هو الذي يحمل الراية. ونحن نتوقع يعني عندما اغتيل الشهيد قاسم سليماني، هل عجزت إيران أن تلد قاسم سليماني آخر اسمه الجنرال القائاني، إسماعيل القائاني؟ أو كذلك عندما اغتيل الشهيد العاروري في الضاحية الجنوبية، هل عجزت أن تقدم قادة آخرين عندما اغتيل واغتيل واغتيل؟ إذن عملية الاغتيال هي عملية جبانة، وفي الحقيقة نحن نردد بها، ولكن لا نستسلم. لماذا العدو يقوم بهذه الاغتيالات؟ وما الفائدة؟ وليس اليوم، يعني من يوم ما تأسس هذا النظام اللقيط هو يمارس عملية الاغتيالات، عملية القتل الجماعي، عملية الإبادة البشرية. ولا ننسى يعني إصابات إشتر وهاغانا في مجاز مثل كفر قاسم ودير ياسين، وما زال اليوم غزة. إذن موضوع الاغتيالات هي حرب مصدوءة ولا يجري منها العدو الصهيوني، ولكن دعني أسأله لماذا إذن يستمر، لماذا يمارسها؟ أولا العجز، ثانيا عسى ولعل أن يخيف في الحقيقة قادة المقاومة سواء في الداخل الفلسطيني أو على مستوى محور المقاومة، من أنه مثل كما قال جالانت يعني مشيرا إلى عملية استهداف واستشهاد إسماعيل هنية، قال من يؤذينا ستصل يدنا إليه. شوف يعني هو جبان لا يستطيع أن يواجه الآن فصائل المقاومة في غزة وهي محاصرة منذ 17 عاما. غزة محاصرة من في الحقيقة ومحروم منها الماء والكهرباء والدواء وكل شيء، حتى لا يستطيعون حتى الهواء الذي يتنفسونه، يريدون الصهاينة الحقيقة قطع الأكسجين عن الناس في غزة. ولكن هل استسلم الشعب في غزة؟ هل استسلمت المقاومة بعد 10 أشهر؟ لم تقصر الولايات المتحدة بقنابلها الطازجة 1200 كيلوغرام، هذه القنابل اللي استخدمها أخيرا في حي الشجاعية وفي خان يونس. يعني كان يقول في خان يونس هذه القنابل التي كانت تسقط كانت تقلب الأرض والرمال وجن على عقب، وكانت يدفن أهالي هذه المخيمات تحت الأنقاض بهذه القنابل الفتاكة. هل استسلمت المقاومة؟ وهل ستستسلم حماس بعد استشهاد أبو الشهداء الشهيد إسماعيل هنية الذي هنا السؤال سيد الكريم، هل فقدت حماس بوصلتها في الكفاح الفلسطيني بعد خسارة إسماعيل هنية؟ نعم، سؤالي هنا، هل فقدت حماس بوصلتها في الدفاع والكفاح الفلسطيني يعني بعدما فقدت إسماعيل هنية؟ لا، فلنسمع إلى تصريحات يعني زوجة ابن الشهيد هنية، بنت الشهيد هنية، أبناء الشهيد هنية الذين ما زالوا على قيد الحياة، وكذلك السيد خليل الحية يعني مساعد السيد هنية في المكتب السياسي في مؤتمره الصحفي. يعني إذا كانت عملية اغتيال زعماء الفصائل الفلسطينية المقاومة أو الزعماء السياسيين، لكانت في الحقيقة محيت فلسطين من على الخارطة، ولم يبقى هناك مقاتل، ولم يبقى هناك رجل سياسي على مستوى الشهيد القائد إسماعيل هنية كي يطالب بحقوق الشعب الفلسطيني. أنا أقول المقاومة والفصائل والتنظيم والإرادة والردع الآن هي بيد محور المقاومة. إذن معنى أنه كلما قاموا بعملية جبانة كلما زادت ردة فعل المقاومة وقادة المقاومة، وأصروا
على المضيف هذا الدرب الذي يضيف الحقيقة هذه الدماء تضيء وتفسح المجال أكثر أكثر لكي تستهوي قلوبا تتعاطف مع هذه. كما نلاحظ الآن أستاذ مد العزيز ماذا يحصل في أمريكا، في أرقى جامعات أمريكا التي تنتج وتربي رؤساء جمهوريات وقضاة ووكلاء وحقوقيين وإلى ذلك، ليس فقط للداخل الأمريكي مثل جامعة كولومبيا العريقة بل إلى دول العالم تصدر رؤساء جمهوريات. انطلق من قلب هذه الجامعة نداءات تحيا فلسطين وأوقف المجازر وفي الحقيقة حرق العلم الأمريكي أثناء خطاب نتنياهو في هذا السيرك وهذا الحفل الساخر وهذا التصفيق المقزز المصطنع في اللحظات التي كان يخطب فيها نتنياهو حرق العلم الأمريكي ورفع العلم الفلسطيني. هذا وين صاير هذا؟ لم نسمع يوما من الأيام ولم نكن نتوقع أن تحصل هذه في الحقيقة هذا التحول الفكري، هذا التحول الوجداني والضميري في قلب في الحقيقة عاصمة التخطيط وعاصمة التآمر ضد البشرية وليس ضد. طيب اسمح لي سيد أفقهي، اسمح لي أنتقل إلى ضيفي هنا في بغداد. سيد أفقهي اسمح لي أنتقل إلى ضيفي هنا أستاذ نبيل العزاوي، تأخرت عليه كثيرا. أستاذ نبيل، يعني العدو الصهيوني يفعل ما يحلو له بغطاء دولي يحميه، وبالتالي في ظل صمت عربي لحكومات بائسة، كيف تعلم؟ أولا هو لا يلتفت لأي قرار دولي أو لا يلتفت أو لا حتى لا يسمع لأي قرار يعني أممي، قرارات محكمة العدل الدولية. هل كانت هنالك تأثيرات لها على الكيان الغاصب؟ مقررات مجلس الأمن هل كانت هنالك رادع للكيان الغاصب؟ الأمم المتحدة، غوتيريش بالأمس يقول إن ما حصل هي عمليات لا يمكن أن يرضى بها أي شخص، إذن ما الفائدة؟ هذه الأمور كلها أستاذ سرمت أنا بتقديري لا نعول عليها. لا يمكن التعويل على قرارات أممية، على قرارات جامعة عربية، مجلس تعاون، ما أعتقد أنها ستؤتي بأكلها في هذا العدوان وهذه الغطرسة وهذا التوغل الذي أصبح لا يطاق وعبور كل الخطوط. لماذا هذا البؤس الكبير لهذه الحكومات العربية وهذا التخاذل والضعف؟ هنالك من يعتقد واهما، وأنا أعتقد يعني هذا واهما، لأنه هنالك من يعتقد واهما أن الشرنقة أو الغطاء الأمريكي سيلتحف به أو سيحميه أو سيكون مصدا له. ماذا فعلت؟ أعطيك أمثلة كثيرة لو عدنا الوقت بالبرنامج أعطيك أمثلة. ماذا فعلت الولايات المتحدة الكيان الأسري لمصر؟ في مصر ما هي طبعت في حلف المطبعين؟ شوف مصر اليوم شو صار باقتصادها، اليوم في أسوأ حالاتها. هل إن المطبعين اليوم في مأمن أو هم اقتصاداتهم عالية أو إنهم في يعني أمان من هذا الذي يحصل؟ لا، الكل يقول بأنه يجب إيقاف التطبيع الآن، يعني يجب أن تكون مراجعة لكل من طبع، وهذه القضية والمفصل المهم يجب أن يكون حاضرا. قضية تأثرتها أستاذ سرمد وسؤال مهم، لماذا أن الكيان الغاصب لا يلتفت لكل هذه القرارات؟ لأن اليوم الولايات المتحدة هي التي تعطي الغطاء وتعطي ما هي اللي أعطت المليار. اليوم ده نتكلم عن 12 مليار دولار أعطت الولايات المتحدة لإسرائيل من عدد دعم اللوجستي والبواخر، هذا كله في سبيل شنو؟ أن يكون هنالك مصدا أو يكون هنالك حائطا ترتكز عليه بالشرق الأوسط، وهذا الذي استشعرت به الجمهورية الإسلامية، وكان هدفها من 40 سنة بأنه هذه الأمور التي حصلت وهذا الجسم الغريب الذي ولد وهذا الورم السرطاني يجب أن يزال حينما صرح به الإمام الخميني إذا تتذكر، وكان هنالك مسارا حقيقيا لهذه العقلية المقدرة للأخطار. لذلك الكيان لا يعترف إلا بالقوي والذي يجابهه، لذلك الكل خائف اليوم. الساعات القادمة والخطاب الذي سيلقيه بعد 20 دقيقة السيد حسن نصر الله أنا أعتقد سيحدد ملامح الرد. لا يكون ردا، أنا لا أتكلم عن سرعة رد أو لا، المقاومة تحسب 1000 حساب في الرد، في هندسة الرد، في آلية الرد، في نوع الرد وتوقيت الرد، لأنها لا تريد أن تدخل في اشتباكات أو تدخل في سجالات أمور تريدها أو يريدها الكيان الغاصب والولايات المتحدة. العقلية المقدرة لهذه الأخطار تعلم وتفقه جيدا في آليات الرد، لأن اليوم
أنا بتقديري الثأر لدماء السيد هنية الشهيد هنية يجب أن يكون وفق حسابات منطقية وحسابات ربح لا حسابات خسارة، وعلى الأول أن يتحد ويترجم هذه الدماء إلى واقع حال هم الفلسطينيين، وهي فرصة للتكاتف الفلسطيني ما بين فتح وحماس. اليوم فتح لا أراها، يعني إحنا كنا مطلعين إلى أن يكون موقف بحجم القضية اللي صارت، أن يكون هنالك موقف واضح. ما معقولة اليوم أكو مشكلات بعد كل الدماء اللي صارت وبعد استهداف إسماعيل هنية أن يكون هنالك سجالات ما بين الفريقين. لذلك أنا أتكلم عن مأسسة المقاومة، وهذه قضية جدا مهمة. مأسسة المقاومة هي التي يمكن أن تكون خلال الأيام المقبلة خارطة الطريق لأن يكون رد عن حقيقيا لهذا الكيان الذي لا يعترف بأي مبدأ وبأي أسلوب حوار، وأي حتى إذا تتذكر كانت هنالك على أساس مفاوضات خلال الأيام القليلة، وكان السيد هنية هو المفاوض وهذا العقلية السياسية، وذهب إلى قطر والتقى بأردوغان، وكنا يعني في أمل أن يكون هنالك حلا حقيقيا عقلانيا، لكن اغتياله بهذه الطريقة قد نسف كل أنواع الحل وكل أنواع الوساطة، وبالتالي يجب أن يكون ردا بحجم هذا الرد الذي حصل. طيب، هل ما زلت تعول على الشعوب العربية الحرة وكما شاهدنا في تونس وكذلك في العراق وعمان وغيرها من الدول التي خرج أبناء شعبها الحر ليعبر عن امتعاضه والثار لدماء الشهداء؟ طبعا سؤال جدا مهم. من 48 لليوم احنا مرينا، كنت تتذكر بكام ديفيد وأوسلو وهذه الاتفاقيات المهينة اللي ما حصلنا منها، لكن الشعوب كانت لديها الكلمة الفصل، المظاهرات هي التي حركت. انت لاحظت في عمان امام السفارة الصهيونية كانت هنالك مئات الآلاف من الذين يعني تظاهروا وأوقفوا كثير من الأمور التي يمكن كانت تحصل، وكانت هنالك سياسات غريبة عجيبة يمكن، لكن الشعوب العربية وشعوب العالم وحتى الشعوب الأوروبية والغربية والأمريكية تلاحظت هذا السيل الجارف من البشر الذين يحاولون أن يوصلوا الرسائل، الذي لم يستطيعوا الحكومات العربية أو الغير الحكومات أن تصل بهذه الرسائل لأنهم مكبلين، تدري تربطهم علاقات وتربطهم مصالح، هذه المصالح التي ستكون وبالا عليهم خلال الفترة القادمة. لكن الشعوب أنا أعتقد نعم الشعوب الحية قادرة على خلق نوع من الأجواء التي يمكن أن تلعب عليها في ظل هذه الصراعات الحقيقية. اليوم نتكلم عن ليس عن قطب واحد، ما عاد القطب الواحد هو الذي يعني هو الذي يحرك الساكن وهو الذي يمسك بزمام الأمور، نتكلم عن القطب الصيني الذي أصبح ندا عنيدا للولايات المتحدة، نتكلم عن القطب الهندي الجديد الصاعد، نتكلم عن القطب الروسي الذي بدأ يرعب الولايات المتحدة، نتكلم عن القطب الإيراني، عن التركي، أقطاب جديدة غيرت ملامح الصراع. ولذلك نعتقد الولايات المتحدة وخصوصا في فترة الانتخابات اللي بعد شهرين أو أكثر ستكون مفصلية، يتكلمون عن انتخابات مفصلية، يعلمون أن في العشر السنين الماضية كانت سياسات خاطئة ورعناء هي التي أوصلت الولايات المتحدة إلى ما وصلته من دمار وخراب وعجز. نتكلم أول مرة في تاريخ الولايات المتحدة عن عجز مالي يقدر ب 2.6، هذا لأول مرة يسجل في تاريخ الولايات المتحدة بسبب السياسات الخاطئة، وكل هذا سيرقي بظلاله على الانتخابات. طيب، الأمريكية في هذه الفترة كرد، هذا للمرة الثانية أسألك هذا السؤال سيد الكريم، يعني بالنسبة لما حصل من اغتيال شهيد إسماعيل هنية في إيران وكذلك المجاهد الكبير فؤاد شكر في حارة تحريك في الضاحية الجنوبية في بيروت وكذلك أبناء الحج الشعبي، ألا يحتاج إلى رد سريع ولا ربما يكون حتى يوازن المعادلة؟ لأن أبناء المقاومة يريدون ردا، صح، وهذا الرد يجب أن يكون بمستوى ما حصل خلال الساعات الماضية. صح، لكل فعل ردة فعل موجودة، هذا قانون دولي وعالمي وقانون فيزياوي، وهي فلسفة الحياة علمتنا الحياة أن الفلسفة هي كل فعل ردة فعل، هذا الفعل يكون يوازي الفعل أو أكبر من الفعل حتى يتعظ الفاعل من فعلته، لأن الجريمة المجرم يعترف بجريمته، الجريمة لديها أركان، حينما يعترف المجرم بأنه أنا الذي ارتكبت الجريمة يجب أن يعاقب، وهذا هو العدل الإلهي، العدل القانوني يجب أن يكون فعلا. لكن أحيانا أستاذ سرمد حينما يكون الرد سريعا ومستعجلا لن يأتي بأكله، الحسابات التي
يعني موجودة عند القادة أو عند المقاومين تختلف عن حساباتنا. نحن نريد ردا، يعني هذه نحتاج ردا آنيا مستعجلا حتى يشفي صدورنا، يشفي هذه الدماء. لكن الآخر يقدر المساحة، يقدر المسافة، يقدر الأمور ما بعد الرد. ولذلك نعول على هؤلاء القادة الذين يمتلكون من الحس العلمي والحس المعرفي والحس العسكري لإيجاد صيغة، هذه الصيغة يمكن أن تكون مطابقة بحجم الرد وأن تكون تبعاتها أكثر من الرد الآني والمستعجل، ويمكن أن نرى حقيقة رد يشفي غلول الملايين. بالمقابل سيد نبيل، يعني هنالك في مواقع التواصل الإلكتروني هناك حسابات نشطة مهمتها هو إيقاع الهزيمة النفسية لأبناء محور المقاومة، وأيضا التشكيك بقدرات المقاومة ودعم حالة التفوق الصهيوني، هكذا يبثون من أجل إضعاف قوة وعزيمة أبناء المقاومة. وأيضا بعض الشائعات التي سجلت أن السخرية والاستهزاء بأي عملية عسكرية ضد الكيان الصهيوني، نشر الفتن بين الشيعة والسنة وأيضا بين الشيعة أنفسهم، وإغراق وسائل التواصل بمواد وأخبار مفبركة. فيعني يجب علينا أن نكون واعين. طبعا من أخطر أنواع الحروب هي الحروب الإعلامية. الإعلام سقط دول، الإعلام أنهى حروب. الإعلام اليوم يجب أن نكون يعني حذرين جدا وفطنين جدا في كل معلومة وفي كل تواصل اجتماعي، لأن الكيان الغاصب يعتمد على هذه المعلومات في بث روح اليأس لدى المقاومين باعتبار أننا قتلنا أو استهدفنا قياداتكم وأننا قادرين على إنهاء المقاومة. لكن فلسفة المقاومة ومن يؤمن بالمقاومة لا يؤمن بحدود الموت، لأنه أصلا جاء للموت والشهادة. ولذلك المقاومة في تجديد دائم، لم تتوقف المقاومة من 48، نتكلم بالتاريخ الحديث من 48 إلى اليوم، كم من الذين اقتيلوا، كم من الذين سقطوا، لكن المقاومة اليوم في أبهى حالتها، في أبهى صورها. ولذلك اتطرقت قضية حضرتك، اتطرقت على وسائل التواصل الاجتماعي، وهنالك صحافة صفراء أخرى وهنالك ميديا وإعلام يروجون بأن المقاومة ستنتهي وسيكون هنالك غزة جديدة، هكذا نسمع ونشوف. ولذلك أنا أعتقد يجب أن نكون فطنين، والشباب اليوم واعي يعرف هذه الأمور التي تبث والأمور التي يمكن أن تكون. أنا أشكرك جدا الأستاذ المحلل السياسي سيد نبيل العزاوي، كنت معنا ضيفا كريما، وأيضا شكري وتقديري مشاهد الكرام إلى الأستاذ أحسان عليان الباحث في الشأن السياسي كان معنا من بيروت، وأيضا عبر سكايب الأستاذ هادي أفقي كان معنا من طهران الدبلوماسي السابق. شكرا جزيلا لانضمامكم معي في هذه التغطية، وعلى طريق القدس مستمرون بالمقاومة. إلى اللقاء.